لو تسينغ تسيانغ. من الصين من رحم الديانة الكونفوشية إلى كاهن على مذبح الكنيسة الكاثوليكية. ولد لو ب 12 حزيران 1871 من عائلة متوسطة الحال في مقاطعة زيجيانغ. زود والده بثقافة دينية غربية إلى جانب تنشئته الوراثية، وانتسبوا معا إلى إحدى الإرساليات البروتستانتية وتعمدوا فيها. تثقف لو بالثقافة الغربية ولغاتها استعداداً للعمل في الخارج، ودخل السلك الدبلوماسي بصفة سكرتير السفارة الصينية في سان بيترسبرغ على عهد القيصر نيكولا الثاني في أواخر القرن 19، وانفتح أمامه باب المستقبل بكل مفاجآته. تعرف إلى فتاة بلجيكية كاثوليكية ومثقفة اسمها بيرت بوفي، وهي سفيرة بلادها في روسيا، وتعهدوا على الزواج بالرغم من معارضة أهلها وتحذير السفارة لو من خسارة وظيفته. ولما قال له أحد السفراء أنه موافق شرط أنه ما تظهر زوجته بالاحتفالات الرسمية، كان جواب لو: بوفي رح تكون زوجتي وليس السفارة. في 12 شباط 1899 بارك زواجهم في بيترسبرغ صديق الأب لاغرانج دومينيكي المعروف بأبحاثه حول الكتاب المقدس، فيما بقي لو على بروتستانتيته. كانت بيرت فرح البيت بإيمانها وأمانتها وحبها وتفانيها طوال 25 سنة، إلا أنهم ما رزقوا بأولاد. سنة 1906 نقل لو إلى سفارة لاهاي في هولندا ومثل بلاده في المؤتمر الدولي للسلام، فكان عليه أنه يواجه الدول الأعضاء المجمعة على تصنيف الصين كدولة من الدرجة الأخيرة، وبقي في منصبه حتى سنة 1911 حيث عاد سفير إلى سان بيترسبرغ بوقت كانت الثورة الصينية عم تزحف بسرعة بقيادة دكتور سون ياتسان، فألغيت السلالة الملكية بالصين وأصبحت جمهورية، وأسندت إلى لو وزارة الخارجية اللي بتقوم مقام رئاسة الوزراء. قال لو لزوجته في سان بيترسبرغ: كنت وعدتك بأنه نعمد أولادنا بالكنيسة الكاثوليكية، بما أنه ما رزقنا بولد شو رأيك أني أنا صير كاثوليكي؟ بيقول لو فيما بعد بأنه كانت البروتستانتية بالنسبة له مرحلة بدون ما كان وصل إلى الكاثوليك، وعن الكونفوشية بأنه أعادته للاعتراف بسمو الكنيسة الكاثوليكية اللي بتملك كنز روحي بيغرف منه المؤمن من جيل إلى جيل. ب 25 تشرين الأول 1911 طلب من الأب لاغرانج بأنه يقبلوا بالكنيسة الكاثوليكية، فعمدوا تحت شرط، وهي الصيغة اللي بتعتمدها الكنيسة في حال حصول أي شك في صحة العماد الأول في إحدى الشيعة البروتستانتية، وكتب له أنه ارتداده منه ارتداد إنما دعوة. فزوجته بيرت ما فتحته ولا مرة بالمسألة الدينية، مكتفية بممارسة واجباتها وضميرها بكل بساطة. وتناول له القربان الأولى في غمرة من الفرح والسلام، بعد 4 أشهر منحوا رئيس أساقفة العاصمة سر التثبيت المقدس. قام لو بمهنته الدبلوماسية والسياسية بوضع الدستور الجديد للجمهورية الصينية وتنظيم الإدارات والدوائر والوقوف وجه مطامع روسيا وشروط اليابان ومطالباتها. وسنة 1917 طلب إلى البابا بنديكتوس 15 إقامة علاقات دبلوماسية مع الكرسي الرسولي رغم معارضة البلدين الأوروبية، وكان بنيته ترك السياسة وتكريس حياته مع بيرت لعمل الخير مع فقراء الصين، غير أنه تردي صحة بيرت عطل المشروع، فقرروا الإقامة في سويسرا. عرضت على لو سفارة باريس فاعتذر ووافق على سفارة بيرن حيث قرر الإقامة. في اليوبيل الفضي لزواجهم سنة 1924 أوصلوا على ختامي زواج جديدين حفر عليهم 3 أحرف بي، وهي الأحرف الأولى للكلمات بريير باسيانس بيتينانس، أي صلاة صبر توبة، كشعار لحياتهم المجددة. بالفترة ذاتها طبع الأب فيليكس لوزار المرتد مذكرات زوجته الراحلة إليزابيث، فطالع لو وبيرت هالكتاب بشغف وحرارة. اكتشفت بيرت بحياة إليزابيث صورة لحياتها، زواجها من مرتد، إصابتها بمرض، وهي أيضاً حرمت نعمة البنين. فبيقول لو: ما بعرف إذا أنا كمان قادر كون مثل الأب لوزار. فابتسمت بيرت وقالت: ليش لا؟ بنعمة الله وإرادتك الطيبة. بعد هالحديث عاش لو وبيرت شركة أفكار أعمق وتفاهم متبادل، كل واحد منهم انحنى أمام الدعوة اللي حددها الله له بكل وضوح. وسافر لو إلى روما باسم زوجته بيرت ليطلب صلاة البابا بيوس 11 وبركته الشخصية.
ب 16 نيسان 1926 أسلمت بيرت الروح في بيرن، وبعد مدة قصيرة طلب لو من الملك ألبير نقل روفيتها إلى جانب العائلة المالكة في بروكسل. استجابة لأمنية بيرت وتنفيذا لموافقة مرشد الروحي، قرر لو دخول الرهبنة البنديكتانية كعابد بسيط أو أوبلا. بأربعة تشرين الأول 1927 قصد لو دير القديس أندراوس في مدينة بروج البلجيكية، وركع أمام الأب الرئيس حسب القوانين ملتمس رحمة الله والإخوة، وتسلم من يده ثوب الرهبان الأسود. وبعد بضعة أسابيع طلب إليه الرئيس أنه يقوم بخطوة أكبر، أي الانتماء نهائياً إلى الرهبنة ويقبل سر الكهنوت. وجد لو ذاته بين مبتدئين وإخوة شباب، وهو بعمر 57 سنة بيجهل اللغة اللاتينية وغير ملم اللاهوت والروحانيات، فوصف ذاته بالولد اللي ما بيعرف المشي ولكنه بيشعر بالجرأة. إلا أنه مواصل الدرس اللاهوت، وبعد إبراز النذور أنهكت قواه، فطلب منه الرئيس بأنه يتوقف ويكتفي أنه يبقى أخ ناذر، فقطع. وكان نبأ ترهبه قد بلغ الصين، ففي أواسط سنة 1933 وصل أحد أصدقائه من شانغهاي حمل له كأس ثمينة قدمها له 20 شخصية من زملائه ومرؤوسي في السلك الدبلوماسي، وجميعهم غير مسيحيين. ولما أبلغوا لو بأنه عدل عن الكهنوت، صعق صديقه لهالجواب وقال له أنه رح يكونوا كتير محبطين، فكان هالرد كافي للعودة عن قراره والمتابعة إلى الأمام. ب 29 حزيران 1935 عيد الرسولين بطرس وبولس، وصل من روما الكاردينال كونستانتيني اللي كان سابقا مبعوث بابوي الى الصين ليمنحوا سر الكهنوت باسم البابا بيوس الحادي عشر. وعاش دوم لو 14 سنة بخدمة كهنوتية رهبانية زاخرة بالأعمال الرسولية والفكرية، وحياة روحية عميقة متكلاً على السماء وحده، كما أوصى والده في مطلع حياته لما كان على المذهب الكونفوشي. بعد ما أصبح راهب كاهن كاثوليكي للتقريب بين الديانتين، وسعى دوم لو إلى إدخال اللغة الصينية بدلاً من اللاتينية في الليتورجيا الكاثوليكية في الصين، كما كرس ألمه لتأليف الكتب الروحية منها ذكريات أفكار اكتشاف الإنجيل، لقاء الإنسانيتين، مسيرة الذهاب، مسيرة العودة وغيرها. ومكافأة على حياة مليئة بالحب والعطاء، منحوا البابا بيوس الحادي عشر سنة 1936 لقب أباتي على دير القديس بطرس في غانت، وهو أكبر وأقدم دير للرهبنة البنديكتانية في بلجيكا. كما أعطى البابا الحق بلبس التاج والخاتم، وهو امتياز خاص بالرئيس العام على الرهبنة. بعد سنة 1948 ابتلي دوم لو بالأمراض في شيخوخته، فأصبح يتضايق ويضطرب كل مرة بيوقف أمام المذبح. وفي 15 آب 1948 عيد انتقال السيد العذراء، احتفل دوم لو بقديسه الأخير، ولكنه عجز عن المتابعة وأخذ يستعد لملاقاة المسيح بالصلاة والتأمل. وفي 15 كانون الثاني 1949 ذكرى 20 سنة على نذوره الرهبانية، توقف قلب دوم لو عن عمر 78 سنة.